السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي إخوتي، مرحبا بكم دائما في قناة عبد الله البركاني، ومرحبا بكم دائما في قناة أحباب عبد الله البركاني. أختي إخوتي، اليوم خرجت ندير بكم واحد الجولة، وإن شاء الله غادي نشارك معكم الأجواء ديال المناظر الخلابة، ونتمنى إن شاء الله تعجبكم. ودعموني دائما وشجعوني في هذه القنوات باش دائما نجيب لكم الجديد. واللي مازال عاد يشترك في القناة يدخل يشترك فيها ويفعل الجرس باش دائما يوصله الجديد. وبالنسبة للمتابعين القدام والجداد، مرحبا بهم دائما، مرحبا بكم دائما، ومرحبا بالمتابعين اللي مازال عاد يدخلوا في القناة. نتمنى يتابونوا في القناة ديالي ويشجعوني، نتمنى يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس باش دائما يوصلهم الجديد. كما راكم تشوفوا اخوتي اخواتاتي، هاد الطريق يعني كاين في الجهة ديال واد الشراعة. والمهم غادي نشوف بكم ان شاء الله، وغادي نصور لكم بعض المناظر الخلابة، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. وخليكم معايا حتى لآخر الفيديو. خوتي خواتاتي، كما راكم تشوفوا الواد ديال الشراعة تبدل بزاف، يعني ما بقاش المنظر ديالو كما كان من قبل، يعني في فصل الشتاء. يعني في فصل الشتاء كيكون المنظر حسن بفصل الصيف، يعني كيكون فيه الماء بزاف حيت كتكون الشتاء تصب ويعني ويفيض بالماء، ماشي بحال اليوم. اليوم الصيف يعني ينشف شوية. المهم المنظر ديالو تبدل، يعني ما بقاش المنظر ديالو كيما كان من قبل. وان شاء الله منين يقرب فصل الشتاء غادي نبقى نصور لكم ان شاء الله المناظر هنايا في هذا الواد، وان شاء الله نجيب لكم دائما الجديد. وكما راكم تشوفوا هذا الشجر اللي موجود هنايا في الواد كاين به بزاف، تبارك الله ما شاء الله. وكل عام في فصل الصيف يعني يدير هاد الورد، تبارك الله ما شاء الله، المنظر ديالو زين بزاف. وكان كاين بزاف به، يعني هاد الدفله كانت كاينه بزاف هنايا في هاد الواد، ولكن مع كانوا داروا النيتواياج الكسميتو للواد، يعني كانوا نظفوا الواد، ويعني بزاف نتاع الشجر اللي حيدوه، يعني خلاو الواد يعني هكا كل شيء باين. المهم كاين جنانات هنا على طرف الواد، تبارك الله ما شاء الله، جنانات ديال المزاح، جنانات كبيرة بزاف. كما راكم تشوفوا خوتي خواتاتي، هذا الشجر ديال الرمان، كنت غادي في الطريق ولقيت مع هذا الشجر تاع الرمان، وراني نصوره لكم، ونتمنى تعجبكم الأجواء. وان شاء الله دائما نجيب لكم فيديوهات ديال المناظر الخلابه. وسبق لي صورت لكم يعني هنا واحد الشلال في فصل الشتاء، نتمنى تدخلوا القناه وتشوفوا الفيديو، غادي ان شاء الله يعجبكم بزاف. المهم كاين المناظر هنايا تبارك الله ما شاء الله، بالخصوص في فصل الشتاء. واليوم فصل الصيف يعني شويه صافي، يعني ماشي بحال فصل الشتاء. المهم كاين الماء هنايا بزاف تبارك الله ما شاء الله، ولكن ما كيحافظوش عليه. لو كان كانوا يحافظوا عليه يعني هكا يبنيوا له هكا واحد السد هكا يديروه بحيرة، يعني يولي المنظر زين بزاف لو كان يعني يهتموا بهذا الواد ديال الشراعة، حيت الماء ديالو كل عام في فصل الشتاء يعني الماء ديالو يضيع. وحنا نتمنى ان شاء الله
تكون الإصلاحات يعني لهذا الواد، باش يبقاو الناس يجيو يزوروه من مختلف المدن المغربية. وحاليا يعني كاين الإصلاحات في هذا الواد ديال الشراعة، راهم صابوا واحد الطريق يعني روتوروت، طريق عريضة يعني كانت من الدخلة، يعني هاد الطريق داروها من الدخلة ديال بركان غادية على طرف الواد وتخرج في القنطرة الجديدة ديال واد شراعة، القنطرة اللي ما بين وولوت وتزارين. يعني هاد الطريق غادي تخرج في الطريق ديال تزارين وتخرج في الطريق ديال زكزان، طريق عريضة تبارك الله ما شاء الله. المهم كاين الإصلاحات بزاف في مدينة بركان، ولكن للأسف يعني كان واحد الجنان هنايا نتاع الليم، جنان كبير تبارك الله، كان فيه الليم والزيتون والشجر ديال المزاح. للأسف يعني صاحب المكان يعني كان راعي الغنم، كان عنده يعني الغنم وعنده البقر وعنده المعيز، كان داير لهم الكوري يعني، وللأسف يعني خرجت فيه الطريق ويعني هدموا له داك الكوري ديالو وهدموا الجنان، يعني كل شيء ريبوه يعني على حساب باش يديروا الطريق ديال روتوروت. وللأسف يعني هذاك راعي الغنم مسكين صاحب الصبح جبروه يعني ميت في واد شراعة. الله أعلم واش مات بالفقسة ولا كل السم ديال الفيران. حنا سمعنا الناس يعني يقولوا بلي كل السم ديال الفيران، والله أعلم. المهم هاد راعي الغنم مسكين تقريبا 15 عام وهو في هذاك المكان، يعني كان غيواد، هو كان من قبل عنده كسميتو المحل ديال الغنم في السوق الأسبوعي. ملي حيدو السوق الأسبوعي يعني عطاولو قالوا له روح للواد ودير تما الكوري ويعني ودير هنا هاد المعز ديالك ويعني هاد الكسيبة ديالك ديرهم تما وما كانش اللي غادي يمنعك. المهم مسكين دار تما داك الكوري ودار غرس هذا الشجر ديال هذا الليم والشجر ديال المزاح وشجر الزيتون، يعني دار واحد الجنان تبارك الله ما شاء الله. راني كنت سبق لي صورت لكم داك الجنان ديالو، راه فيه الليم، غادي تقدروا تلقاو الفيديو في قناة أحباب عبد الله البركاني وكذلك في قناة عبد الله البركاني. المهم هاد الجنان هذا يعني كان كنخدم فيه، تعب فيه بزاف مدة طويلة و يخدم في داك الجنان ديالو، كان مسكين دار تلفية باش شرا الموتور وكان يطلع الماء بالواد، يعني كان يسدي به الشجر ديالو ويورد به سميتو الغنم ديالو. المهم للأسف مسكين خرج في هداك الطريق وهدمولو سميتو الكوري ديالو وريبولو الجنان، ومسكين مات الله يرحمه ويوسع عليه والله يستر الأهل ديالو. هاد السيد اللي كان راعي الغنم اللي جبروه ميت في واد شراعة، مسكين هو كان خدام على العائلة ديالو، يعني الدار ديالهم كانت قريبة بزاف يعني لهاد الواد، هو كان يعني داير داك المشروع ديالو تما في الواد وهو اللي كان يعني خدام على العائلة ديالو. الوالد دياله عنده 100 عام في السن وعنده خوتو يعني ما بحالهمش، يعني كان يعاونهم بزاف، وكان انسان طيب يعني انسان خلوق ويعني خطيه بالمشاكل، وكان دايها في فوق راسه، وكان مسكين داير هاد الغنم تما أوتي خواتاتي راني حوست بكم كما شفتوا، يعني وريت لكم المناظر الخلابة، وإن شاء الله هاد الجولة تكون خفيفة ظريفة
وان شاء الله دائما نحوس بكم في اماكن بحال هذه الاماكن الرائعه. والمهم دركي عندنا قريب المغرب هذا النهار يعني الخميس. المهم نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش اللايكات وما تنساوش البارتاج في مواقع التواصل الاجتماعي. ومع السلامة في فيديو قادم إن شاء الله.